في الفيديو ده انا هبص ازاي اقدم على كاليفورنيا درايفر لايسنس. هفتح هنا برضو الويب سايت بتاع DMV اللي هو dmv.ca.gov. هروح على درايفر لايسنس هنا وهختار نيو درايفر. يقول لي هنا how to apply for a driver license if you are over 18. لو انا عمري اكبر من 18 سنة ازاي اقدم على الدرايفر لايسنس. هدوس عليه. هفتح هنا how to apply for a driver license if you are over 18. If you are a visitor in California over 18 and have a valid driver license from your home state or country, you may drive in this state without getting a California driver license as long as your home state license remains valid. يعني لو أنا جاي من state تانية أو من country تانية، من ولاية تانية أو من بلد تانية، أقدر إن أنا أسوق في كاليفورنيا طالما إن الرخصة بتاعتي سارية في الولاية التانية أو في البلد التانية. لكن هنا if you become a California resident، لو أنت بقيت مقيم في كاليفورنيا، you must get a California driver license within 10 days. لازم تقدم على الدرايفر لايسنس في كاليفورنيا في خلال 10 أيام. Residency is established by voting in a California election. أعمل الريزيدنس دي إزاي؟ لو أنا عملت voting في أي حاجة من كاليفورنيا election. Paying resident tuition، لو أنا في جامعة هنا وبدفع مصاريف في الجامعة، هنا أنا كاليفورنيا resident. أو هنا filing for a homeowner's property tax exemption، لو أنا عندي بيت وعملت ال property tax بتاعته. Or any other privilege or benefit not ordinarily extended to non-resident، أو أي حاجة تانية benefit أنا باخدها مش موجودة للnon-residents. طيب، to apply for an original driver license if you are over 18 you will need to do the following. إيه الحاجات المطلوبة مني؟ أول حاجة هنا make an appointment before visiting a DMV office. لازم أكون محدد ميعاد. The walk-ins are only accepted at our driver license processing center. The walk-in ده لو أنا جاي من غير ميعاد، في حاجة اسمها driver license processing center، دول مخصوصين إن هم يطلعوا driver license مش DMV. Complete application form DL44. دي الابلكيشن هو اللي أنا بكملها عشان أطلب driver license. وهنا لازم تبقى original. Copies will not be accepted. مش هيقبلوا ان هي تبقى صورة، لازم تبقى original. Give a thumbprint، وانا بروح هناك هياخدوا fingerprint بتاعتي. Have your picture taken، وهياخدوا صورة ليا. Provide your social security number، it will be verified with the social security administration while you are in the office. لو انا معايا social security number اديهولهم وهم هيعملوا verification ان social security number ده صحيح. لكن لو انا جاي معيش social security number بقدر برضو ان انا اطلع الكاليفورنيا driver license. وحنشوف ده في الـ application اللي هي DL44. لو انا معيش social security number اعمل ايه في الحالة دي. Verify your birth date and legal presence، اقدم اوراق بت verify التاريخ ميلادي وان انا legally present، مقيم إقامة قانونية في كاليفورنيا. If your current name no longer matches the name on your birth data legal present document, see true full name and how to change your name for more information. لو أنا حصل عندي تغيير للاسم، وتغيير الاسم ده مثلا بيبقى في حالة الجواز أو في أي حالة تانية، الست بعد ما بتتجوز بتاخد last name بتاع جوزها، فبتبقى المعلومات اللي في الـ birth certificate في شهادة الميلاد بتاعتها غير اسمها الحالي، فهنا لازم تقدم أوراق تانية عشان تؤكد الشخصية بتاعتها وإن هي اسمها الجديد هو ده اسمها كان قبل الجواز. Provide your true full name. True full name دي معناها الفول نيم، معناها انا ما استخدمش النيك نيم بتاعي، انا عايز النيم الاسم اللي انا اخدته اللي موجود في شهادة الميلاد. Pay the application fee، ايه هي الابليكيشن فيه؟ دوس عليها كده. لو انا بقدم على كلاس سي الاوريجينال فيه هنا $33 ولو رينيوال $33، ادي الابليكيشن فيه.
pass a vision exam، وانا هناك هيعملوا لي امتحان نظر عشان يشوفوا النظر بتاعي اخباره ايه. pass a traffic laws and sign test، هيعملوا لي written test اللي هو الامتحان النظري، ده عبارة عن 36 questions on the test، 36 سؤال، وعندي 3 مرات اقدر ان انا اعدي فيهم التست. لو ما عدتش اول مرة ممكن امتحن تاني مرة وممكن امتحن تالت مرة. وفي هنا لينك للسامبل تيست هدوس عليه كده. لو انا regular driver class C license، في هنا 5 tests اهم in English و 5 in Spanish، وفي هنا 3 بالامريكان ساين لانجويج. فال 5 تيست دول لو انا بصيت عليهم اقدر ان انا اعرف ايه هي نوعية الاسئلة اللي بتيجي في الامتحان. To allow you sufficient time for testing, DMV will not be administering written or audio exams after 4:30 PM. يعني ما اقدرش ان انا اخد الامتحان بعد الساعة 4:30 PM. You will then be issued a permit if you have never been licensed before. لو دي اول مرة تطلع فيها رخصة هيدولك permit. When you practice, you must have an accompanying adult who is 18 years of age or older with a valid California license. يعني لو انا بالبيرميت، البيرميت ده ما ينفعش ان انا اسوق بيه لوحدي، لازم يبقى معايا حد في العربية عمره 18 سنة او اكتر ومعاه valid California driver license. This person must be close enough to you to take control of the vehicle if necessary. It's illegal for you to drive alone. ده الشخص ده لازم يبقى قريب منك، يعني قاعد في الكرسي اللي جنبيك عشان يقدر ان هو ياخد كنترول على العربية لو حصل حاجة لا قدر الله. هو هنا بيقول لك it's illegal for you to drive alone، مش مسموح لك ان انت تسوق لوحدك لو معاك البيرميت. If you have a license from another country، لو انت معاك رخصة من بلد تانية، you will be required to take a driving test. برضو لازم ان انت تعمل behind the wheel test. If you have a license from another state, the driving test can be waived. لكن لو انا معايا رخصة من ولاية تانية، ممكن ان هما في الحالة دي ما يطلبوش ان انا اعمل behind the wheel driving test. To take your driving test, you will need to make a driving test appointment. لازم ان انا احدد ميعاد اونلاين عشان اعمل behind the wheel test. هنا driving tests are not given without an appointment. لو انا ما عنديش appointment مش هيقدر ان هما يدولي الامتحان. او you may also call 1-800-777-0133 between the hours of 8 AM and 5 PM Monday Friday to make a driving test appointment. او اكلم النمرة دي من 8 الصبح ل 5 بعد الظهر من Monday through Friday عشان حدد ميعاد الامتحان. وهنا لازم provide proof of financial responsibility. ال proof of financial responsibility ده اللي هو يكون معايا insurance على العربية اللي انا بمتحن بيها. California insurance requirement، هدوس عليه ايه California insurance requirement، بيشرح هنا ال financial responsibility اللي هو a document with the liability insurance policy or surety bond number. وهنا يعني لازم العربية اللي أنا أكون رايح أمتحن بيها يكون عليها insurance. هنا بيقول لي you have 3 chances to pass the driving test. أنت عندك 3 مرات عشان تعدي فيهم الامتحان النظري الأول. If you fail, you may practice for a while, then make another appointment. يعني روح practice، اتمرن، وبعد كده حدد ميعاد تاني. There is no waiting period. يعني أنا رحت النهاردة و I failed 3 مرات، ممكن أحدد ميعاد بكرة، مفيش حاجة اسمها إن أنا لازم أستنى أسبوع أو أسبوعين أو مدة معينة. But you must make an appointment. لازم تعمل appointment، لازم تحدد ميعاد. If you fail to successfully complete the driving test on the first attempt، لو ما قدرتش تعملها في أول مرة، you must pay a $6 fee for each additional driving test that is administered under an application for an original or renewal driver license.
يبقى لازم كل مرة بعد كده أدفع $6 عشان أخد الامتحان ده. في حالة إن أنا عديت, after you pass your driving test, you will be issued an interim license valid for 90 days. رخصة مؤقتة هتطلع لك مدة الصلاحية بتاعتها 90 يوم, until you receive your new photo license in the mail. والرخصة نفسها هتيجي بالبريد. Double check your address before you leave DMV. اتأكد ان العنوان اللي انت اديته للDMV هو العنوان المظبوط, and tell the DMV representative if you have moved or if your address is incorrect. ولو انت كنت نقلت من العنوان ده او العنوان ده مش مظبوط, قول للDMV representative على العنوان الصحيح بتاعك. If you have not received your license after 60 days, لو في خلال 60 يوم ما استلمتش الرخصة بتاعتك, call 1-800-777-0133 and they can check on the status for you. كلم النمرة دي وهم يقدروا يشوفوا ايه وضع الرخصة بالضبط. Have your interim license with you to provide information when requested. وخلي معاك الرخصة المؤقتة اللي طلعت عشان هيطلبوا منها معلومات عشان يقدروا يعملوا تشيك للستاتس بتاعت الرخصة بتاعتك. If your name is different on your birth date and or legal presence document than the one you are currently using, you will also need to provide an additional acceptable document to establish your true full name. يعني لو الاسم بتاعك متغير عن الأوراق اللي انت مقدمها, فلازم تقدم documents مقبولة عشان تقول ان هو ده اسم الجديد, such as زي marriage certificate. قلنا واحدة جوزت فأخدت اسم جوزها, فتقدم marriage certificate بيبين اسمها الجديد كان ايه والاسم اللي قبل الجواز كان ايه. dissolution of marriage, او واحدة مثلا انفصلت عن جوزها ورجعت للاسم القديم بتاعها, فبتقدم ورقة dissolution of marriage دي. adoption or name a change document that shows your current name. adoption اللي هو ورق التبني, او ان انا عملت name a change, انا رحت طلبت تغيير اسمي, يبقى لازم اجيب الورق اللي بيثبت ان انا غيرت اسمي واللي هو بيوري ايه هو اسمي